نظمت مجلة المصور برئاسة الكاتب الصحفي أستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور ندوة تحت عنوان التعايش باحترام متبادل بحضور وزراء الأوقاف والهجرة وممثلين عن الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية وعدد من الشخصيات العامة والكتاب والصحفيين والشباب. خلينا نتابع في سياق التقرير التالي، وبعد الفاصل بدعو حضراتكم لمتابعة فقرة هامة جدا. بنتكلم عن الإعلام وعبقرية الشخصية المصرية، إزاي ساهم الإعلام منذ بداياته في الدولة المصرية في بناء وشارك في بناء الشخصية المصرية. ضيفنا اللي هيشرفنا الإعلامي الكبير الدكتور جمال الشاعر، هيكون في ضيافة أنت المحور، ولكن بعد هذا التقرير. تفضل. من أجل توضيح رؤية مصر للتعايش السلمي، استضافت مجلة المصور نخبة من علماء الدين والوطنيين والمثقفين لحضور الجلسة النقاشية الأولى ضمن مبادرة نتعايش باحترام متبادل. مجلة المصور أكثر من 96 سنة هدفها الأساسي نبذ التعصب، نبذ الفتنة، مواجهة الإرهاب، مواجهة التطرف، مواجهة التكفير، لأنه إحنا في ظل فترة أو زمن في تغير بيحصل في العالم، في حالة من الصراعات، في حالة من فرض الفتنة وفرض العنف وفرض التعصب الديني. وخلال السبع سنوات الماضية أو الأخيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد هذا النموذج وقدمه بأصول ثابتة وبثوابت مصرية واضحة. هذه الحلقة جمعت يعني نخبة من علماء الدين، من الوطنيين، من المثقفين. احنا في وزارة الأوقاف عملنا حاجتين، قلنا ان احنا في مارس المقبل بإذن الله بنعد المؤتمر الدولي ضخم تحت عنوان حوار الأديان والحضارات، كما أكد الزملاء التجربة المصرية تجربة فريدة وأنموذج في التعايش السلمي، منها عمل الواعظات والراهبات والمعبيات والمقدسات بالكنائس، منها الإصدارات اللي احنا بنعملها واللي وزعنا جزء منها على السادة الحضور، حماية الكنائس في الإسلام وحماية دور العبادة، ده من ضمنها. احنا بنرسي تعايش سلمي موجود. مصر طول عمرها بوتقة لكل الجنسيات والثقافات والأديان، كل ده كان موجود على أرض مصر، فمصر نموذج للتعايش السلمي. احنا لازم نعكس الصورة الإيجابية لمصر دي في الخارج. نكون معا هذه هي البداية، والبقاء معا هو التقدم، والعمل معا هو النجاح. طبعا لما نكون مع بعض هنساعد بعض، هنستطيع أن تتنوع الرؤى، الفكر يكون أعمق. التعايش في سلام هو أهم سمات التعايش بين أفراد المجتمع الواحد. تبني فكر التعايش المشترك يعني التواجد جنبا إلى جنب مع الآخر في المجالات الاجتماعية والدينية والقومية، بما يضمن تعايش كافة عناصر المجتمع على الرغم من اختلافاتها. لكن التعايش المشترك يعني أيضا ضرورة احترام الآخر وحقه في الاختلاف. التعايش المشترك يعد رمزا للنجاح المصري لجميع أفراد المجتمع جنبا إلى جنب في كافة المجالات الاجتماعية والدينية والقومية. مروة علاء، أنت المحور.